صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون ونورسات وتلفزيون تيلي لومير. منصبحكم منصبح الأصدقاء ومنقولكم صباحكم نور في يوم جديد، في أمل جديد، في موضوع جديد، ومعنا ضيف أكيد مش غريب عليكم ولا غريب على تلفزيون وشاشة نورسات، أبونا جوزيف سويد. أهلا وسهلا فيك يا أبونا باستوديو نورسات بالأردن. شكرا شكرا يعني دكتور. المرة هاي غريب يعني بشكل تاني، وإحنا كنا بنستضيفك من قبل لكن إنه برنامجك كان حافل من أول ما جيت باللقاءات والزيارات. نشكر الله أكيد. والمباركات والتهاني والتعارف مع الرعية وأبناء الرعية وأيضا كمان مع مجلس رؤساء كنائس الأردن. كان عندك صحيح. لقاءات صحيح. تابعناك وتابعنا مشوارك. أبونا أنت غني عن التعريف على شاشة نورسات، لكن حبينا نرحب فيك. أنت كاهن رعية تعينت جديد في رعية مر شربل. صحيح. بدل أبونا غازي خوري يعطي العافية، خدم الرعية بكل محبة، وكان أيضا صديق لنورسات مكتب الأردن ونورسات طبعا لبنان. يعني إحنا منضلنا نقول أنتوا أهل البيت، وأنت كمان أهلا وسهلا فيك أبونا جزيف أهل البيت دكتور. كمان برنامجنا صباحكم نور، احنا صرنا تقريبا عملنا بحدود 35 حلقة لهلا لحد الآن. هلا أبونا جورج شرايحة أكيد بتابع إنه رح يصححني يقول لي أكثر دكتورة، بس خلص خلينا على 35 يا أبونا. إن شاء الله لقدام كمان منكمل. كان يرافقنا بالمرافقة الروحية. فبداية احنا عادة من نحكي صلاة بركة، نبلش مشوارنا مع كلمة ربنا وبعدين ننطلق ببرنامجنا الصباحي. تفضل أبونا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا بدي أشكر ربنا اليوم على نعمة حضوري بهالمملكة مع أصدقاء ومع الأشخاص اللي من 30 سنة ربنا أعطاني نعمة أنه طل معهم على الناس، تصلي أنا وياهم تنقل لهم يسوع، تحكي أنا وياهم عن البركة، عن النعم، عن الدفء، عن طوفان النعمة اللي حقيقة الله أعطاني إياه دفقه بقلبي. وأنا قدرت أنه أو بطرق معينة حاولت أنه أنقله للناس. فبدي أشكر ربنا على لقائنا اليوم دكتور، وعلى كل الأشخاص اللي رح يتابعونا تيسمعوا منا عن يسوع، يسمعوا منا عن يمكن التحديات اللي اليوم عم نعيشها بعالمنا بكل العالم عن البشارة. وإن شاء الله نكون رجالات وإعلاميين بشاراتيين بامتياز. أنا بدي أقول لربنا أنت حطيتنا على هالدرب، وإن شاء الله نقدر نشهد لك بالحق قد ما بنقدر نكون، وببطولة قد ما بنقدر نكون أبطال، لأنه بالحقيقة إذا ما بدنا نكون بشاراتيين رح نكون يمكن أوقات كتيرة هيك بحالة ضياع، وناسنا بحاجة يسمعوا عنه، بحاجة يسمعوا إنجيل، بحاجة يسمعوا الحقيقة، لأنه هو الطريق والحق والحياة. فربنا يعطينا هالنعمة، وأنا بشكره على حضورنا اليوم، وأكيد المشوار معه طويل. أكيد أكيد أمين يا رب. شكرا لك يا أبونا. نحن طبعا على صفحتنا على نورسات جوردن مثل ما وعدكم ما رح أهمل كل مسج ولا أهمل كل حضور، فشكرا على حضوركم كمان على المباشر على صفحتنا على فيسبوك، ومنحب نصبح عليهم أبونا أصدقائنا اللي دائما بيتابعونا على صباحكم نور، كمال برهم وأمل سلمان ومنار عماري، جريس فاخوري، وأيضا جهينة ماهر وسعاد ميخائيل عم بيشاهدونا من كندا ومن أمريكا، يعني صحيين لحد الآن وعم بيشوفوا هالبرنامج، صار له متابعة وصاير الناس تتبع كل يوم 3 الساعة 9 الصبح. وخير محمد وعلي العردان وحنا معايعة وأمال السلمان، صباحكم نور. أهلا فيك أبونا جوزيف سويد ببيتك وبين أهلك. شكرا. سليمان العبوي وأمال أندونيا ومنال قاقيش، مناهي قاقيش ونهال كاكو ومرايا موريس عن موريس قردحجي ونور زبانة وسعاد ميخائيل جويس خير الله بوصلة. شفت حدا من اللي بتعرفهم؟
ونائل المطلوب وماجد البير الإعلام هو أن تنقل ما في قلبك وعقلك إلى العالم، ولا فائدة من كوني مؤمن إذا لم أستطع أن أوصل البشارة والفرح إلى العالم. هذا واجب على الجميع. صح. شكرا لك يا ماجد البير على المداخلة. وسلوى خير الله. بطرس جنحو يسعد صباحك يا أبونا بطرس، صباحك نور يا رب. وبيير المرجي وأبونا بطرس جنحو بيقول لك أهلا وسهلا يا أبونا جوزيف. الله معك يا أبونا. الله معك يا أبونا. فحسام خواجة وإيهاب عماري وصباحكم نور. وأيضا سميرة داود وأحلام شريحة صباحكم نور، ربي يبارك تعبكم. ويا آخرين كمان على المباشر، أنا حبيت أصبح عليكم واحد واحد مثل ما وعدتكم، لأنه عاتبوني أبونا إنه وين ما صبحتي علينا على صفحة الفيسبوك، مننطرك نحن ومننطر حلقتكم. فأهلا وسهلا بالجميع. وكمان إذا في حدا عنده أي سؤال أي استفسار بحب يوجهه لأبونا جوزيف، نحن رح أتابعكم على الصفحة بملاحظاتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم كمان، ورح نجاوب عليها واحدة واحدة. أبونا بالبداية نحن عادة بكل حلقة نستعرض خلال الأسبوع إيش أهم الأحداث. إحنا بنعتبر كمان نحن إعلام، وأيضا هذه جزء كمان من البشارة. فبالإضافة لحلقتنا كان عندنا اليوم بهذا الأسبوع داس احتفالي من كنيسة السلزيان في بيت لحم، كانوا يحتفلوا بعيد قلب يسوع الأقدس، ورأس الاحتفال السيدنا المطران بولس ماركوتسو وأبونا يعقوب الرفيدي. وشكرا لمندوبتنا مارلين الحدوة اللي نقلت لنا هذا الحدث. ومجلس طبعا الوزراء أقر مشروع تطوير أراضي المجاورة لموقع المغطس على أساس تصير فيها خدمات للزوار للمغطس. طبعا الخدمات هاي راح تكون في مدخل المغطس البوابة الرئيسية وليس عند الكنائس، يعني عشان اللي بيسألوا عند الكنائس، لا عند الكنائس الأردن وحكومة الأردن حريصة عن أنها تبقي هذه المنطقة منطقة للرياضات الروحية للصلاة والتأمل. صحيح. فالخدمات راح تكون من بوابة المغطس الرئيسية لجهة اليمين، راح يصير في استثمار واستغلال للأراضي المجاورة لعند المدخل. هذا بالنسبة للمغطس. وأيضا راح نرجع للدراسة الفجاهية إن شاء الله في مطلع أيلول المقبل في الأردن، لأنه صار لنا تقريبا يعني عام ونص دراسي وأكثر بالأونلاين، لكن هلا راح إن شاء الله نرجع للدراسة الفجاهية بالصفوف إن شاء الله. الجائحة كورونا ننتهي منها، لسه لازلنا نحن بالأردن نعاني، لكن الأعداد هلا عم بتخف. المطاعيم شكرا للحكومة الأردنية إنها عم بتوفر المطاعيم هلا لكل الأشخاص، حتى عبر المنصة أو غير المنصة، كل واحد عمره 40 وطالع بيقدر يروح يطعم بالمراكز المعتمدة. من بارك للجامعة الأمريكية بتعيين مدير عام لها جديد، رئيس جديد الدكتور مأمون عكروش، وإن شاء الله بنتمنى له خدمة مباركة وأيضا رسالة ثقافية جامعية تفيد الجامعة وطلاب الجامعة والمجتمع. كنيسة سيد البشار الروم الكاثوليك في مدينة سلط كانت ضمن حلقات برنامج كنيستي. في تعيينات جديدة كانت في أبرشية اللاتين، وتم تغيير في كنيسة بمطرانية الروم مطرانية اللاتين كمان في الأردن، وتغير سيدنا المطران ويليام، كأنه رح نفتقده كتير يرجع للأراضي المقدسة. وتم تعيين أبونا جمال خضر وهو كمان كاهن من بطريركية اللاتين بالسيمينير بيت جالا، وصار أبونا جمال سيتعين بدل سيدنا المطران ويليام الشوملي. بنتمنى لسيدنا المطران كل المحبة
التوفيق في رسالته، ضلهم هالكهنة الله يعينهم، ضلهم يتنقلوا من مكان لمكان، بعد ما يتعودوا على المكان وعلى الناس وهيك برجعوا بتنقلوا مكان جديدة. هذه هي إيش بقولك رسالتكم، وصعب كتير أبونا لما بشوف إنه خوص كهنة بهاي الطريقة، إنه أنت معين كنت بزحلة بمرتقلة سد البوشرية و 24 سنة كانوا فترة طويلة، بعدين اليوم مع الأردن مع كل إخوتنا الموارنة، وإن شاء الله نكون لكل إخوتنا المسيحيين يعني اللي بحبوا يسمعوا البشارة واللي بحبوا يتابعوا أكيد. وهلأ بنتمنى لإخوتنا اللاتين اللي عملوا تغييرات كبيرة مع سيدنا البترك أكيد يتوفقوا، وكمان ينقلوا خبرتهم اللي عشوها بالأردن كمان على الأراضي كلها سوا مطرح ما رح يكونوا. نعم فبنتمنى للجميع خبرة وخدمة طيبة إن شاء الله. القداس الاحتفال بعيد جسد الرب كان من كنيسة اللاتين في المفرق، ترأس القداس الأب طارق حجازين كاهن الرعية. هلا المفرق هي منطقة أبونا بشرق الأردن، وهي بعيدة عن عمان تقريبا ساعة زمن، فدايما بيكونوا الرعاية اللي بالمحافظات بيقولونا أنتوا بعاد عنا، يعني دايما العاصمة عمان عمان عمان، فمنحاول ننقل الطاقم على المحافظات ونقل الطاقم، يعني بيكون في جهد بصراحة، لكن صحيح. احنا بنقدمه لربنا هذا الجهد على أساس أنه الرعاية والمحافظات اللي بالأردن نحن قريبين منهم، لكن ممكن إذا احنا قصرنا أو أنه ابتعدنا شوي، ابتعدنا بالجسد مش ابتعدنا بالروح، أنتوا بقلبنا، لكن أحيانا بيكون الصعوبة اللوجستية بالتنقلات صحيح. فكان القداس من المفرق، وإن شاء الله بنوعدكم محافظة محافظة ننتقل عليها. في خبر زميلتنا رهف صوالحة اللي هي الإعلامية المعروفة ببرنامج عمان تي في وبرنامج الصباحي لها صحصح على الراديو كمان بيعرفوها، وهي صديقة نورسات وأيضا تدعم نورسات ورسالة نورسات. فتوفى أبوها عوني الصوالحة، انتقل إلى الديار السماوية. منقول لك يا رهف العمر إليك حبيبتي، والرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا إلى الأبد. فالمسيح قام يا رهف، ومنقدم لك تعازينا نحن وأبونا جوزيف سويد معنا بالبرنامج وكل طاقم نورسات وفريق العمل وكل محبينك، بنقول لك التعازي. تقريبا هاي أخبارنا لهذا الأسبوع، طبعا تقدروا تشوفوا التفاصيل بصفحتنا نورسات جوردان، وأيضا على موقع الإلكتروني nursatjo.org. أبونا اليوم الحلقة عن الإعلام والبشارة، نأخذ مقدمة هيك تعطينا، وأيضا سننتقل بعدين الشباب بيحضروا لنا الاتصال مع أبونا فرح إحجازين، وأبونا راح نكون كمان في مداخلة من أبونا جورج شريحة أكيد راح نسمع صوته اليوم. فشباب تحضروا لنا كمان شوي بس بعد المقدمة اللي بيحكيها أبونا جوزيف سويد عن موضوع الإعلام والبشارة. تفضل أبونا. دكتور، كلنا بنعرف أنه عالمنا اليوم عالم متغير جدا، ويمكن جائحة كورونا آخر فترة بالحقيقة فتحت أبواب كتير كبيرة لنا. مرات منحس أنه نحن بحالة اضطراب وقلق أنه أجت الجائحة ومدري شو عملت وسكرت الكنائس وعملت حالة رعب وقهر عند الناس. أنا بالحقيقة قريتها بطريقة تانية، قريت أنه كان في حقل يمكن كنا شوي بعيد عنه ككنيسة، إذا بدك تقولي كنا شوي بعيد، لأنه كنا عم نمارس خدمتنا الرعوية بطرق ووسائل يمكن خليني سميها المعتمدة رسمية. فحست الكنيسة بلحظة من اللحظات أنه لا، في شبكة تانية، في شبكة لازم عن جد نبلش ندخلها ونعلن عبرها كل بشارتنا. وهيدي الشبكة اللي كانت اغتصبت بدي أقول بفترة من الزمن، لأنه في الأيدي اللي بدي سميها الملوتي حطت ضخت بهالشبكة، إذا بدي سميه التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وكتير إشياء، ضخت كتير من التلوث. تلوث ضرب بصدق بقوة جدا، وصارت عبر كيبلز بقلب غرف نومنا ويمكن عبر يمكن الموبايلز تبعنا،
وحسيت أنه البشارة بخطر. يعني كل اللي نحن بنحكيه إن كان بتلفزيوناتنا أو إن كان بكنيسنا جيد وجيد جدا يمكن مطارح، بس في حدا عم بياخد مثل كأنه في طاقة قوية عم تنسحب منا، مثل تماما وقت يسوع كان رايح تيعمل زيارة على بيت يائيروس تيشفي بنته، شوي حدا بيسرق منه طاقة اللي هي ناسفة، اجت تسللت ونزفت واخذت سرقت اذا بدي اقول اخذت هالطاقه منه. نحن كمان كنا عم نضخ طاقه وحضور، شوي حدا بيسرق منا، وحسينا انه صار لازم نوقف، صار لازم نرجع نعيد النظر، صار لازم نرجع نطرح افاق جديده ويمكن تحديات جديده، وصار لازم نحن كمان نتاقلم مع المعطيات الجديده اللي صارت على ايام كورونا. مشان هيك حسيت انه اخوتي الكهنه مش بس بلبنان، بكل العالم عبر مواقع التواصل بلشوا يضخوا صلوات ورتب ويمكن زياحاتهم وكل الاشياء اللي بيعرفوها حتى يتواصلوا، حلوه كلمه تواصل، مع الناس ويصلوا مع الناس. فهيدي الشغلة نقت هالبيدر اللي بدي سميه يمكن مواقع التواصل وحتى كمان تلفزيوننا اللي كان عم ينقل عدة مرات صلوات، عم بحكي بلبنان ما بعرف هون كيف كان عن جد عم بيكون الانتشار إذا بدك للبشارة. بس خليني أقول بلشت العاصفة تقوى وبلشت عاصفة الروح تقوى، وهيدي صارت فينا نقول أنه طوفان الرحمة بلش يغل ويفوت عبيوتنا. يمكن تحديات كورونا ويمكن منطق كورونا خلينا ننحبس، خلينا نتراجع عن صحاتنا وليتورجياتنا وكنيسنا. شفنا بالمقابل دكتور انه لأ بلشنا نحن نفوت أبواب الجحيم لن تقوى عليها، إذا كان هيدا الموقع أو يمكن الفيسبوك أو يمكن مواقع التواصل كانت اغتصبت بفترة من الفترات، يمكن كان لازم أنه يصير فيها اجتياح حلو بطريقة معينة، وصاروا كل الناس يتابعوا لأنه بالحقيقة كان في خوف، كان في اضطراب، كان في قلق. ونحن بنعرف دكتور أنه وقت بيكتر هيدا الاضطراب والقلق الناس بترجع، الناس بترجع بتتواصل مع الله، بتصفي تسأل، بتصفي بدها تعرف أكتر. وهيدا الشيء اللي خلينا نحن كمان يمكن الإعلاميين كانوا كتير قلال وما كانوا كتير كتار، صرنا عم نشوف كل كاهن إعلامي، صرنا عم نشوف كل كاهن بشاراتي، صرنا عم نشوف المواقع عم تكبر، ولبل أنه الأفكار اللي هي أفكار نيرة عم تنضخ على عبر هالمواقع. فتراجعت بهالوقت، حسيت كتير أنه تراجعت يمكن مواقع الإباحيات وغيرها، وانتصر إذا بدي أقول يسوع المسيح. فيمكن الشرير والشيطان وما بعرف مين كانوا حابين أنه هيدا المواقع تكون لإلهم ساحتهم ملعبهم، حسيت أنه لا، ربنا رجع فات ورجع أخذ استرد اللي كان هو بحاجة لإله اللي هن ولاده. أنا هون بقول نعم نحن بعصر جديد، هذا العصر سموه بفترة من الفترات بتعرفي دكتور نيو ايج، ويمكن النيو ايج اجت حتى تبس شيء معين. نحن كمان أخذنا هالعصرنا جديدة إذا بدك، أو مسحنا للعصر أكثر من أنه عم نعصرن المسيح، عم نمسحن هالمواقع، مسحناها فتنا عليها، واليوم مطلوب منا نحافظ عليها. أكيد بدنا نطلب من ناسنا يتفضلوا يرجعوا كنيسهم، يرجعوا احتفالاتهم، يرجعوا للقاءاتهم، يرجعوا يشدوا هالعصب، ولكن كمان نحن ما لازم ننسى أنه هيدي المواقع الإعلام والإعلانات وإلى ما هنالك لازم تضل عن جد عصب مشدود. مشان هيك أنا بدي أشكر ربنا على كل شيء اسمه بشارة عبر مواقع التواصل وبشارة بالإعلام. الإعلام صار لازم يرجع يتأطر، يرجع يتقدم، ونحن كلنا سوا كمسيحيين لازم يصير إعلاميين، مش بس الأبرص وقت خرج من بعد ما طهر أخذ يذيع الخبر كإذاعي، ومش بس الأعميين اللي شفيوا دكتور وقت اللي أخذوا شفاء طلعوا وصاروا ينشروا الخبر كمنشورات عم نحكي. نعم بلشت البشارة على أيام يسوع، أخذوها للبشارة ناس مثل العميان والبرص والناس في، لأنه هني كانوا أول رسل ليسوع المسيح وخدام إذا بدي سميهم عرس قانا، هل داقوا الخمرة وكانوا بلشوا بشارتهم قبل ما تبلش بشارة الرسل. نعم. 12 كانت أولى آيات يسوع. فإذا فيني أقول كلنا سوا لازم نكون إعلاميين، مش بس دكتور باسم، مش بس أبونا جوزيف، مش بس الكهنة، كل إنسان مسيحي هو بطبعه لازم يذهبوا في الأرض كلها ويكون بشارات أعلن البشارة. حلو.
حلو شباب، جاهز الاتصال مع أبونا فرح حجازين. أبونا، في صار في لغو بموضوع التعابير لما بنحكي عن الإعلام كمتخصص الإعلام الديني أو إعلام مسيحي، فهل أنت مع أنه مثلا إعلام مسيحي أقول أم إعلام الديني اللي إحنا بنحكي فيه مثلا هذا بنعتبر نور سات هو إعلام ديني؟ في صارت الإعلام ياخد مصطلحات شوية عنصرية أو متطرفة، إعلام مسيحي أرثوذكسي، إعلام مسيحي كاثوليكي، إعلام مسيحي موارني مثلا موارنة، إعلام مسيحي سريان، فحتى كمان الديانات الأخرى السني والشيعي والطائفي وال... فالإعلام كإعلام كيف أنت بتقدر؟ إحنا الاتصال جاهز شباب، نرجع لهذا السؤال أبونا بعد اتصال أبونا فرح حجازين كاهن رعية رميمين. صباحك نور يا أبونا. صباح النور، كيف حالك؟ الله يسعدهم. الله يسعدك يا أبونا. أبونا جوزيف سويد معنا اليوم في الاستوديو. الله يسعدهم. الله معك أبتي، تفضل. تفضل أبونا، الإعلام والبشارة اليوم الموضوع. شكراً. تخبرنا هيك بمداخلتك القيمة في موضوع الإعلام والبشارة. قيمة وشوي طويلة. تفضل. في حديثنا عن البشارة راح نقول في ثلاث نقاط. النقطة الأولى واجب التبشير برسالة المسيح. نعم. النقطة الثانية كيف نقوم برسالة التبشير بكلمة المسيح. والنقطة الثالثة دور الروح القدس في التبشير بكلمة المسيح. أولا واجب التبشير برسالة المسيح، يجب ألا نستحي من البشارة بإيماننا المسيحي الذي قبلناه من العلاء كهبة لا نستحقها. إني لا أستحي بالبشارة، فهي قدرة الله لخلاص كل مؤمن، يقول قديس بولس في رسالة روما. إن الشهداء المسيحيين في كل الأزمنة وفي زماننا هذا قد بذلوا ولا يزالون يبذلون حياتهم لتأدية الشهادة بهذا الإيمان أمام الناس. لا تستطيع الكنيسة أن تعطي نفسها من واجب التبشير الذي استلمته من السيد المسيح. اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وأنا ذا معكم طوال الأيام إلى منتهى الدهر. لا يمكن أن نحب المسيح ولا نبشر بالمسيح. محبة المسيح تحثنا، يقول قديس بولس. هذا ما جعل الرسل يقولون نحن لا يسعنا أن نسكت. الدعوة إلى التبشير والرسالة منبثقة من دعوة المسيح إلى كل أتباعه. لا يمكن لنا أن نؤمن بالمسيح ونحب المسيح ونبقى لا مبالين أمام جهل العالم لرسالة المسيح الخلاصية. إن عدد الذين يجهلون المسيح ولا ينتمون للكنيسة يزداد يوما بعد يوم. وأمام هذا العدد الكبير من البشر الذين أحبهم الآب ومن أجلهم أرسل ابنه الوحيد، تبرز ضرورة الرسالة الملحة. ويقول القديس بولس إن التبشير بالإنجيل ليس موضوع افتخار، إنما هو ضرورة، موضوع علي، والويل إلا مبشر. ويقول أيضا السيد المسيح لتلاميذه تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. في عصرنا هذا تمتد الاتصالات في شبكة تغطي الكرة الأرضية بأكملها. إذا تكتسب دعوة المسيح صدى جديدا، ما أقول لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. ثانيا كيف نقوم برسالة التبشير لكلمة المسيح؟ أولا بالشهادة، ثانيا بالرسالة. أولا بالشهادة، العالم لم يرى المسيح ولا يعرف المسيح ولا تعاليم المسيح، بل يرى مسيحيين وسلوك مسيحيين. فالمسيحي بحياته الصالحة يستطيع أن يشهد بشخص المسيح وتعاليم المسيح بصدق، على مثال المسيحيين الأولين اللي كان يقول عنهم انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. هذه المحبة الأخوية المسيحية جعلها المسيح علامة يتميز بها أتباعه. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي
إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. أين نحن من هذه الشهادة؟ هل من رآنا وسمعنا يقول عنا ما قاله مستمعي السيد المسيح: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين لدي رضعتهما؟ هل سيقول طوبى للمسيح الذي نحمل اسمه والإنجيل الذي نشعه؟ أم سيقول عكس ذلك: الحياة أفضل شهادة للمسيح وإنجيل المسيح، ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. نقوم برسالة المسيح التبشيرية بالرسالة: كل مسيحي بحكم عموديته وميرونه يجب أن يحمل رسالة المسيح الخلاصية ويشارك الكنيسة هذه المهمة، لأنه بحكم هذين السرين قد أصبح عضوا في شعب الله الكهنوتي الملوكي. أما أنتم فإنكم ذرية مختارة وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة وشعب اصطفاه الله للإنشاد بآيات الذي دعاكم من الظلمات إلى النور العجيب. من ليس معي فهو علي، من لا يجمع يفرق، ولا مبالاة في حمل رسالة المسيح. لماذا هذا الخمول؟ حتى المتفرج في مباراة قدم يأخذ موقفا، ونحن إزاء السيد المسيح لا نأخذ موقفا وننسى قول المسيح: من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع يفرق. أين نحن من شجاعة الرعاة يوم بشر بمولد المسيح؟ من المرأة السامرية التي تركت جرتها وذهبت تبشر أهلها؟ المسيحيين الأولون وأخذ الذين تشتتوا يسيرون من مكان إلى مكان مبشرين بكلمة الرب. أنت أيضا بعد أن اعتمدت باسم يسوع المسيح وغفرت لك خطاياك وتغذيت بالقرآن المقدس ونلت سر التثبوت، مدعو إلى أن يكون لك دور في نشر كلمة الإنجيل المقدس. إن أردت أن تخلص إنسانا ساعده على قراءة الإنجيل المقدس، واترك الباقي على نعمة الرب. كلمة الرب كحبة الحنطة ستثمر في قلبه إن كان صادقا في توبته. القديس يعقوب يقول أيضا: يا إخوتي، إن ضل بعضكم عن الحق ورده أحد لي، فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله خلص نفسه من الموت وسترى كثيرا من الخطايا. ثالثا، دور الروح القدس. الروح القدس يرسل الكنيسة للتبشير. لم يحل الروح القدس على الرسل والجماعة الأولى من المسيحيين لكي يقدسهم ويبقوا في بيوتهم. قال يسوع لتلاميذه: ستنالون قوة الروح القدس الذي يحل عليكم فتكونون شهودي. وفعلا قد أرسل يسوع الروح القدس إلى تلاميذه لكي يصبح الرسل شهودا إلى أقاصي الأرض وأمام الأمم والشعوب والملوك. ليس هناك من إمكانية التبشير بالإنجيل بدون عمل الروح القدس، فهو قلب الكنيسة، وهو وحده يشرح للمؤمنين المعنى العميق لسر المسيح وتعليمه. هو الذي يعمل اليوم كما في بداية الكنيسة في كل مبشر، فالروح يضع في فم المبشر الكلمات التي لا يستطيع وحده أن يجدها، ويفتح في الوقت عينه قلب الذي يسمع لقبول البشرة السارة. يقول السيد المسيح في إنجيل القديس لوقا: عندما تساقون إلى المجامع والحكام وذوي السلطة فلا يهمكم كيف تحتجون أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في ذلك الحين ما ينبغي أن تقولوا. إن الروح القدس هو الفاعل الأساسي في التبشير، هو يدفع كل منا لإعلان الإنجيل، وهو الذي يجعل كلمة الله مقبولة ومفهومة في ضمائرنا. وهذه هي مهام الروح القدس في الكنيسة. الروح القدس يجعل الكنيسة تقرأ الكتاب المقدس بعينين جديدتين كبشرى سارة للعالم. الروح القدس يجعل أسرار المسيح أعمالا حية تحقق ما تشير إليه، وليس طقوسا موروثة فلكلورية. فالماء بالمعمودية بقوة الروح القدس يصبح مصدر حياة روحية يمنح التبني الإلهي. نحن نصبح أبناء الله، والزيت في سب الميرون يجعل المسيحي ينضج في الإيمان ويأخذ دورا له في الكنيسة بحلول الروح القدس، وهكذا في بقية الأسرار. الروح القدس يجعل الكنيسة تفهم وتعيش التطبيبات، فما يقدر العالم
قبل كل شيء المال والصحة والثقافة والمركز والشورى يصبح نسبيا لمن فهم أن الله وحده يقدر أن يملأ قلب الإنسان ويسعده. لرسل التبشير لكلمة الرب أقول ما قاله القديس بولس إلى أهل فيلبي: افرحوا دائما في الرب، وأقول لكم أيضا افرحوا، إن الرب قريب، لا تكونوا في هم أبدا. آمين. آمين يا أبونا. شكرا يا أبونا. شكرا أبونا فرح إحجازين على كلامك وعلى الإرشاد في معنى البشارة ورسالة البشارة على كل مؤمن. شكرا لك أبونا. أهلين فيكم. هلا هلا، صباحك نور. هلا. يعني أبونا فرح أعطى الإطار الكامل بمعنى أنه على كل مسيحي أنه يتحمل مسؤوليتي كمبشر أو بشارة، وأخذها من ناحية لاهوتية، عقائدية. صحيح. لاهوتية. صحيح. إنجيلية. لكن أبونا نحن كنا بنحكي على السؤال من أين خرجت مفهوم الإعلام الديني والإعلام المسيحي والإعلام الأرثوذكسي. أنت في البداية يعني كنت تحكي عن موضوع الإعلام وبإطار العصرنا وإطار الحديث في نشر الكلمة. صحيح. واستعمال التكنولوجيا والأدوات الحديثة في نشر كلمة ربنا. من أين جاء بعدين مش التطرف أو العنصرية، التمييز، أو صرنا نحط الإعلام بمفهوم جديد يعني مش متميز ولكن فيها عنصرية؟ يعني في مثلا نقول إعلام أرثوذكسي وإعلام كاثوليكي وإعلام إسلامي سني وإعلام، وهنا ظهرت المشاكل في الإعلام الديني أو بمفهوم الإعلام الديني. فمن أين خرجت يعني من أين بزغت، من أين إجت هاي الطفرة؟ دكتور أنا بقول إجت من قلة تواضعنا، وإجت بصدق بقول من قلة يمكن توافقنا، من قلة يمكن كمان معرفتنا بأنه اللي عم نعلن اسمه هو للجميع، هو للكل، هو إجا افتدى الكل بدون ما يكون عم بيميز حدا عن حدا. أنا شخصيا ما كتير هيك حسيت أنه الإعلام متطرف إلا بالتسميات، بس وقت اللي عم شوف هالأشخاص مين ما كانوا يكونوا، إن كانوا أرثوذكس، لاتين، كاثوليك، كلدان، سريان، أشوريين، شو ما كان، وقت عم بيطلعوا يحكوا عم بحسهم عم بيحكوا بذات الجو، عم بيحكوا باسم يسوع، عم بيحكوا باسم الكتاب المقدس اللي هو تعلموه كلهم سوا وكان تعليمهم واحد. أنا شخصيا بحس إنه يمكن التسميات هي النافرة، انه الاعلام الارثوذكسي الكاثوليكي الماروني يمكن هو يتجزا، كان وقت اللي كان عم بياخذ هالمنحة كان عم يخسر. نحن اليوم باعلان كتابي، اعلان بيبلي، اعلان انجيلي، وقت اللي منحكي يسوع ببطل فيها التميزات وهالفروقات، وبضل ببطل فيها الاختلافات والخلافات. انا بقول حتى كله سوا بصفي ضمن اطار سله وحده اسمها تعليم يسوع المسيح او تعليم الاب، لانه كل اللي كان عم بيعمله يسوع هو انه عم بيكشف وجه الاب، عم بحط الاب معنا، عم بيحاول انه يقرب مفهوم الملكوت ومفهوم الاب لمفهومنا البشري. انا شخصيا ما كنت عن جد حس انه يبا في اعلان ارثوذكسي وكاثوليكي او اعلان كنت حس انه في تسميات، وهي التسميات هو لحتى يقول انه نحن منبشر ونحن عم نعلن ونحن موجودين على الساحة ونحن. بس هيدا اليوم صار مطلوب انه نقول اليوم في اعلان بشارة. الاعلان البشارة ما بقى بتاخد صفة الطائفة او الكنيسة، بتاخد اعلان صفة المبشر اللي أرسل من قبل الآب، من قبل أو من لدن الآب، حتى يكون صوت وكلمة الابن عم تنحط على الميدة. هيدا الاستثمار اللي بدنا إياه. ما بدي روح أبعد، وبدي أقول لهم يا ريت إذا عم بتقولي إنه صار في تطرف، يا ريت منطلع من قصة التطرف، منطلع من قصة التسميات النافرة مرات واللي يمكن بتنقز بعض الناس، وبقولوا لنا وين الإعلام المسيحي، إعلان عن يسوع المسيح، عن شخص يسوع المسيح. بتصور الإطار بده يصير ينضف مع الوقت، ونحن علينا نقدم اللي لازم نقدمه. أنا مني شايف، برجع بقول مني شايف إنه في إعلان أرثوذكسي كاثوليكي ماروني أو
منه هيك. الشخص مثلا هلأ سمعنا أبونا فرح، إذا بسمع خوري أرثوذكسي أو حتى أسقف أرثوذكسي رح يحكي بذات الخط، ويمكن نحس أنه الإطار يمكن أو التعابير أرثوذكسية اللي ترجع أرثوذكسية، ولكن المفهوم يسوعي واضح إنجيلي وما في اثنين بيقدروا يختلفوا عليه. أنا شخصيا مني خيفان، المهم يكون في بشارة، المهم نكون بشارتيين، المهم نكون معلنين، المهم نروح مثل ما سمعنا قبل شوي اذهبوا في الأرض كلها أعلنوا البشارة، في إعلان إلى الخلق أجمعين. في كتير ناس عندهم عطش، في كتير ناس عندهم جوع للكلمة، في كتير ناس حبين يعرفوا، في كتير ناس حبين يلتقوا بيسوع المسيح، وفي كتير ناس حبين يفهموا الإطار ويمكن الآيات الإنجيلية. يعني أنا مبارح شفت ست عم بتقلي بقرأ الإنجيل مرات ما بفهم، يمكن كنت بس أحضر جيل الإنجيل أو بس أحضر البرامج هيك ومع التوضيحات كنت أفهم. اليوم مطلوب منا نحن بإعلاننا للبشارة عبر مواقعنا أو عبر يمكن كنائسنا نكون عم نقدم يسوع، مش عم بقدم شيء تاني. هيدا هو الطبق الأساسي اليوم، الطبق اللي بينطبق عليه كلمة إنه يسوع المسيح إجا تيكون رسول من قبل السماء، أو إجا تيكون هو الكلمة اللي صارت جسد، اللي صارت على مويدنا. تفضلوا لحتى نعرض هالكلمة، حتى نشبع من هالكلمة، حتى نشتهيها أكتر لهالكلمة ونعيش هالخبرة الروحية بعلاقاتنا مع البشر. وكيف بدنا ننقل لعالمنا اليوم؟ يعني بدي أقول العالم اللي عم نلتقي فيهم، العالم الآخرين اللي عندهم يمكن مفاهيم خاطئة، اللي عندهم يمكن وجع، اللي عندهم ألم. بدنا نفوت على كل الساحات عن كل الناس ونقول لهم شو نحن اللي غمر قلبنا، شو نحن صار ساكن بقلبنا، ساكن بفكرنا، ساكر على لساناتنا. نجرب نعلنه للناس، مش أكتر ولا أقل، ماني شايف أكتر من هيك. أبونا لما في رسالة بحب دايما أنا أقتبسها، رسالة نورسات دايما بقول لك برسالته أنه رسالة المحبة والسلام والطلاق. لما بحط هذه المبادئ بكل إعلام، حتى الإعلام التجاري والسياسي والثقافي والاجتماعي أي إعلام، يعني بأي فضائيات، حتى لو ما كانت متخصصة في الإعلام الديني أو ما عم تحكي بس بشارة وإنجيل ودين، لما منحط هذه الركائز الأساسية الموجودة في كل دين، صحيح، رسالة المحبة ورسالة الاحترام الآخر، رسالة الديانات الأخرى، رسالة الوئام الديني ورسالة الوئام مع الآخر اللي هي رسالة يسوع المسيح، صحيح، رسالة الإنجيل، بحطها بكل بوست عم بحطه وبكل خبر عم بحطه، حتى في إعلاناتنا التجارية، حتى في منابرنا الاجتماعية الثقافية. ما بقدر إني أطرق أقول له هذا إعلام ديني صار، لا، لما بنقول تعاليم السيد المسيح على كل عمل بقوم فيه. فأنا كنت اللي حابة أوصله إنه نحن لما بنقول إعلام ديني، لا، الإعلام الديني مبادئه موجودة بكل إعلام، صحيح، بكل التلفزيون، صحيح، المفروض، صحيح، يكون هذه المبادئ أسس زي ما تقول فيها وثيقة إخلاقية أو بسموها شهادة إخلاقية بكل إعلام لازم يتبعها كل إعلامي، اللي هي مبنية على كل الديانات، صحيح، كانت الإسلامية والمسيحية. فأنا ضد إنه دائما تسميات هذه، إنه الإعلام الديني أصبح لما بتقول لك أوه هدول تلفزيون ديني، بتصفي، بتحس دائما انه لما بيقولوا هدول تلفزيون ديني انه متطرف، متزمت، متعصب، بشوفش غير بس بمنظور واحد اللي هو بس فقط الدين، مش منفتح، مش مرن، مش منفتح على الاخر ومنفتح على التكنولوجيا، لا، محدود، كانه بيعطونا الاطار المحدود. متى نصبح انه احنا الاعلام الديني لازم يدخل بكل اعلام، بكل وصف إعلامي؟ أنا ما عم بشوف غير هيك، يعني بالحقيقة فينا نشوفها بحالة، في ناس
خليني سميهم هني متطرفين وبيشوفوا الشغلة من منظارهم. أنا ماني شايف اللي بيشوفوه هني. أنا بشوف أنه كل إعلامي كل شخص بيطلع حتى الإعلاميين اللي ما بيحكوا يسوع اللي بيطلعوا على فضائيات شو ما كانت مفترض يلتزموا خليني سمي البروتوكول الأخلاقي البروتوكول الثقافي بده يعلن. فهون شو بيعلن الإنسان؟ بيعلن عن مكنونات قلبه، عن ثقافته، عن يمكن الشيء اللي ربع لي. نعم خلفيته. هيدي الكالتشر تبعه، خلفيته البيئية والاجتماعية اللي كان عايش فيها. ومن هالمنطلق أنا أجل هالأشخاص، لأنه بالنهاية إذا كان مسلم عليه أنه يجي ويعرض بطريقته بس بدون تزمت، وإذا كان مسيحي عليه أنه يعرض اللي عنده بدون تزمت، وعلى المتلقف أنه يسمع ويقول حبيت ما حبيت، هيدا جيد هيدا مش جيد. برجع بقول بشارة بلشت دكتور، بلشت على شط بحر الجليل. نعم. وقت بلشت هونيك يسوع نقى أشخاص صيادي سمك وقال لهم سوف أجعلكم صيادي بشر. هالحالة اللي بدي سميها أنه أنا أنزل على البحر وجيب، شو رح جيب؟ شو رح أتصيد؟ رح أتصيد من كل الأجناس. مرات الأجناس رح تكون يمكن كبيرة صغيرة ملونة عندها يمكن جاي من هيدا الشط جاي من طب، بس بالنهاية الشبكة ضمت كل هالأنواع السمك. أنا بقول علي أن أكون بهذا الإطار البشاراتي صياد محترف، لازم أكون صياد ماهر، لازم أكون عم بعرف بقرأ المي بقرأ الشط اللي أنا عليه. وبعدين وقت اللي بجيب شو بعمل؟ بدي أعرف وزع للناس. يعني أنا تصيدت السمكة، من بعد ما تصيدتها من بعد احتراف شو عملت؟ جربت أرجع وصل للناس حتى يأكلوا حتى يفرحوا حتى يعيشوا كإخوة متضامنين. أنا بس أكل وأشبع بعطي غيري، أو بس حس أنه أنا عندي غيري ما عنده بتشارك معه. فالمشاركة بالكلمة بتعطيني ثقافتك بعطيك ثقافتي، بتعطيني حضورك وهجك بعطيك حضوري وهجي. هيدي البشارة. البشارة هي مش بس تلفزيون ومش بس اليوم مواقع تواصل ومش بس واتساب وغير أشياء. البشارة اليوم هي حتى اللقاء الحوار. نعم. حتى التواصل والصلة مع الله، حتى الانفتاح اللي بنعمله، حتى وقت اللي بيكون في مؤتمر معين وأنا بكون حاضر بهالمؤتمر عم بسمع خيي المختلف عني عم بيحكي وبزقف له لأنه كلامه كان عنده مصفوف شيء بطريقة حلوة عرضة بشكل طيب. هيدا إعلامي بيقدر يمسك قلبي، بيقدر يلعب على وتر حلو عندي وبيعطيني نغمة أو أنشودي حتى أقول يا عمي بعد في خير بين الناس. ما بيقدر إنسان يطلع على شاشة على تلفزيون أو على مواقع التواصل، وأنا هيدا صرت كتير عم شوفه اليوم إن كان بلبنان أو بالعالم، منصفي مثل كأنه عم ننقور بعضنا أو عم نقوس على بعضنا. ما فينا نكون هيك، بدنا نكون ناس عن جد عنا خلقيات وعنا مثل ما قلنا بروتوكول حتى نتعاطى مع مواقع التواصل اليوم إن كانت الإنستغرام تويتر الفيسبوك وغيرها حتى التلفزيون بطريقة فيها تعابير دوزني حضور مدوزن نظرة حلوة ما فيها مثل تعدي ومثل واحد عم بيسرق وينتش الشغلة. لا أنا بعرض اللي عندي بدي أعرضه بفرح. إذا أنا فرحان ومتلين من الله ما بقدر يكون إلا هيك. فالبشارات الإنسان اللي هو يعلن إن كان يسوع أو الآب أو الثالوث أو يمكن حتى شو ما كان بده يكون عنده احتراف. وقت اللي بيكون محترف ما بيغلط. وقت اللي بيكون إنسان محترف أنا بسميه الإنسان اللي بيقتل بهوشل شو ما كان، هذا إنسان مش محترف، هذا إنسان أنا بشفق عليه. أنا بحس في بعض الأشخاص تربعوا على شاشات التلفزيونات أو على مواقع التواصل وهني مرضى. أنا ما بدي أنقل مرضي أو يمكن عقدي النفسية على مواقع التواصل. خليني أكون واضح، أنت عبر مواقع التواصل والتلفزيون والشاشة بدك تنقل ثقافتك. نعم. بدك تنقل عن جد اللي عم بقول تربيتك. والهل اللي سميتهم الأسس اللي أنت بتحطهم وبتنشرهم هيدي صارت منشورات.
هيدي عم بتروح وعم تتواصل فيها الناس وعم تسمعها الناس وعم تاخدها الناس وتتلقفها وتحس انه غيرت حياتها، تلونت حياتها، عاشت مجالات فرح اكثر، سعاده اكثر. اللي بده يسمعني بده يصير اكثر فرحا مش اكثر تشنجا، اكثر لأمنة واكثر ما بعرف. ما انا ما بشوف غير عن جد هدول اللي بيدخلوا ابونا من باب حريه التعبير. بقول لك وموضوع كمان الإصلاح، حتى حرية التعبير، حتى هي مسؤولة. التعبير بده يكون مسؤول، التعبير بده يكون عن جد مدوزن مقطر. أنا بدي أعرضه وبدي حس المتلقف عن جد خرج أكثر سعادة وفرحا. ما بقدر يكون عن جد عم بحط فيه. يمكن تعرفي وقت اللي أنت بتشيلي الشبكة بتشيلي بتتصيدي سمك، بس كمان بيبقى فيها تراشز، بيبقى فيها نفايات. في بالإعلام كتير نفايات. نعم. بدنا ننظفه مثل ما مننظف حقلنا الفكري، مثل ما مننظف قلوبنا، مثل ما منروح على التوبة ومنعمل هيك إعادة حسابات وجردة حسابات. كمان الإعلام لازم يتنظف، كمان في كتير إشياء بدها تنظيف. وهيدي بس تنظف السامع بصفي أكتر هيك معنا، بصفي أكتر عايش حالة سلام. مين عطاياها؟ الإعلام عطاياها، الإعلام عطاياها، ثقافة الإعلام عطيتها، ثقافة الإنجيل عطيته إياها، البشارة الحلوة عطيته إياها. ما شو يعني بشارة؟ البشارة ما فيها تكون بشارة، ما بعرف شو بدي سميها، اسمها إيوانجليون، البشارة المفرحة. المفرحة مش البشارة اللي هي نق واللي هي نكد واللي هي هبج واللي هي تعدي على حريتك. بتقولي لي الحرية الإعلامية، أي حرية؟ ليش أنت جاي حتى تكون حر بالإعلام؟ أنت بالإعلام بتكون ضمن أطر بترسم لك إياها يمكن ثقافتك، وبيرسم لك إياها دينك، أو يمكن حتى الشعب، الناس شو اليوم بحاجة يسمعوا؟ شو بحاجة يسمعوا؟ التشنج ويمكن حتى الغطرسة والحالة المأساوية اللي عم نحطها على شاشات التلفزيون أو على مواقعنا عم بتخلي العالم منه نظيف. نعم. منه نقي. نعم. مثل ما مننقي البيدر بدنا ننقي الإعلام، مثل ما مننقي قلوبنا بدنا ننقي الإعلام، مثل ما منكون عن جد ببيتنا بس بدي فوت على بيتي، بدي فوت وحط شوية فرح، بدي بوس ولادي، بدي أحكي كلام هيك لبنيان الآخرين، كمان الإعلام بده مين يبنيه. نعم. هيدي ثقافة البناء، هيدي حضارة وثقافة السلام، سلام والمحبة اللي أنت عم تحكي عنها دكتور. أنا شخصيا عم شوف أنه عالمنا بحاجة لإعلاميين نضاف، إعلاميين مقطرين بالكلمة، الكلمة الحقيقية، مقطرين بيسوع المسيح. أمين يا أبونا، كلامك جميل ويعني بدخل هيك بالصميم. أبونا جورج شرايحة، صباحكم نور. صباحك نور يا أبونا، الله يخليك. كيف الله حالك؟ تمام، الله يحفظكم. الحمد لله، الله يسعدك يا ربي، خليك تسلم يا رب. يا أبونا اليوم الموضوع يعني كان قوي ومميز. نعم. الإعلام والبشارة، فأكيد لازم تطلع علينا من خلال الاتصال، لأنه مشاهدينا أكيد بيستفيدوك. الله يخليك. من هذا البرنامج. نعم، حضرتي الأبونا المحترم حامل الصليب القبر المقدس الدكتورة باسمة، الأحباء المشاهدين، صباحكم نور على فضائية المحبة والقداسة، المعجزة الإعلامية الأولى نورشات. يسعدكم، يسعدكم يا رب. تسلم يا أبونا. نعم، الموضوع فعلا موضوع دسم، وأبونا يعني أعطاه حقه. نعم. وأيضا اتصال أبونا فرح تابعته. نعم. كالمعتاد يعني دائما بصلب الموضوع. نعم. بالحقيقة يعني الموضوع في شوية يعني في شوية وجع للواقع الإعلامي اللي تعيشه المنطقة بشكل عام. نعم. هلأ إذا كان الإعلام هو نقل الخبر سواء كان بالصوت أو بالصورة أو بالكلمة، فإن البشارة هي نقل الخبر السار، الخبر مفرح. المفرح. نعم. في رسالة مفادها أن الله تجسد وحل بين البشر وشابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، إنه بشر العالم بالملكوت السماوي ومات على الصليب لأجل خلاصنا وقاما بين الأموات وصعد بمجد إلى ملكه الأبدي. هاي هي رسالة الإعلام الكنسي. طبعا هلا غير ذلك من الممارسات والنشاطات وكل الفعاليات اللي بتنقلها الفضائيات
والمواقع تعود كلها في صلب هذه الرسالة. نعم. اللي بدنا نوصلها ولكن بطرق مختلفة بمواهب مختلفة. الأبونا والدكتورة صوتهم حلو، بيرتلوا بيسجلوا صوتهم بالإعلام بالوسائل المتوفرة، فكل موهبة وجميع أعضاء في جسم واحد، مهما اختلفت الوظائف والمهام تبقى الموهبة الأساسية في صلب هذا الموضوع. فآخر كلمات يسوع على الأرض قبل الصعود، وأهم الكلمات هي اللي وداهم كمراسلين صحفيين كمراسلين لهذه البشارة، وأنا بعتبر أول مراسل صحفي بالعهد الجديد هو القديس يوحنا المعمدان. نعم. كان صوت صارخ، كلمة صوت يعني صوت الكنيسة كان. نعم. قبل أي إذاعة وقبل أي محطة كان يوحنا المعمدان هو صوت صارخ وإعلام إعلام قوي، أقوى من الفضائيات اللي اليوم بنشوفها، بتكون حدة البرامج فيها عالية واتجاهاتها متعاكسة مع بعضها ومتضادة وبصير في صياح وحدة عالية. كان يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية. صحيح. صلب بالبشارة في إعلامنا الكنسي هي أن نحكي للناس عن يسوع، ولكن في صعوبات وتحديات بتواجهنا، لأنه غالباً الإعلام الكنسي عندنا في الأردن بيصير في إعلان أكثر من إعلام. خليني أقول لكم هلأ شو الفرق بين الإعلام والإعلام. هلأ الإعلام أوسع، الإعلام حواري. صحيح. الإعلام أوسع فهو حواري، أما الإعلام باتجاه واحد، إيصال خبر، إعلان عن مناسبة بدها تحصل، إعلان عن مناسبة حصلت، بيكون بدنا نخبر الناس بهالشيء. ولكن الإعلام أوسع من ناحية حوارية، من ناحية بيجاوب على تساؤلاتنا، متى، أين، لماذا، كيف، متى يعني الوقت المناسب اللي أحكي فيه مع الناس. في أوقات مش مناسبة ما بيزبط الواحد يحكي فيها، ما بيسمعوا الناس. أين هو المكان؟ الكنيسة، صالة الأفراح، في صالة العزاء، في المناسبات الاجتماعية اللي بتصير، وين بدي أنتقي المكان المناسب اللي أحكي فيه مع الناس أوصل إلهم الإعلام الكنسي؟ لماذا؟ يعني الفكرة الأيديولوجية العقيدة اللي أنا مؤمن فيها، ولما يعني بوصلها بعمق، إذا أنا مؤمن فيها ببين الناس بكشفوني بعرفوا إذا أنا اللي بحكيه بعيشه أو أنا بحكي مجرد كلام ما بيسمعوا الناس إذا ما شافوا في الشخص أيضا قدوة صالحة. نعم. كيف الوسيلة؟ قلنا في مواقع إلكترونية، في إذاعة، في تلفزيون، في كتب، في مجلات، في منشورات، بتوصلهم الكنيسة للناس، بتوصل فيهم هاي الأيديولوجية، هاي العقيدة، هاي الفكرة اللي بتقربهم أكثر من يسوع، بتخليهم يكتشفوا حقيقة المحبة العميقة، المحبة الصادقة اللي أعطانا إياها يسوع، إحنا نوصلها للناس، نوصلها للناس يستطيعوا أنهم يعيشوها. في الحقيقة دكتورة وأبونا يعني الموضوع بده ندوة، فيلا ندعوكم تجهزونا ندوة. أكيد ندوة أكيد يا أبونا، عن جد بحتاج ندوة، يعني خاصة فيه عدة محاور، يعني كمان ما بتكفي صح، ما بكفي اتصال ولا حلقة. نعم. نعم صحيح. لا أكيد رح يكون في إلنا حلقات أخرى كمان. جورج الله يوفقك. الله يخليكم. الله يحميكم. تسلم يا أبونا وشكرا لك وصباحك نور. الله يحفظكم. بالسلامة. بالسلام. طبعا احنا شاكرين لكل الأشخاص الموجودين على صفحتنا على نورسات جوردان، بنصبح عليكم واحد واحد، ممكن ما نقدرش نحكي كل الأسامي، لكن في كثير من التعليقات بتصبح عليك يا أبونا، وعم بيسألوا على برنامج جيل الإنجيل إنه كانوا كتير بيستفيدوا منه من ناحية معلومات وأيضا تفسير للإنجيل. فعصام العزوري وكرم حداد، سوزان عجلوني، النبر عجلوني، وعم بتحاول يزوروك في الكنيسة، لكن أنت مش كل الوقت موجود، لأنه إحنا ببداية البرنامج حكينا أبونا كان في البداية عم بيتعرف على الرعية وبيتعرف على الأشخاص وعم بيقدم نفسه كمان لبقية الكنائس على أساس أنه
لسه في خدمته الجديدة وفي موقع الجديد، فأكيد لبعد فترة بتشوفوه بالقداس في أداديس كتير بمار شربل بيعملها تقريبا يوميا، فممكن تشوفوا أبونا بالقداس نص القداس مسائي، ونهار الجمعة والأحد عم بيكون الساعة 11 والساعة 6:30 كمان. هاي إعلان، هذا بنعتبره إعلان لا من أبونا على مواعيد الأداديس اللي بيحب يزور ويسلم على أبونا جوزيف. أبونا إحنا كلمة أخيرة عن موضوع الإعلام والبشارة حتى ننهي برنامجنا لهذا الصباح، في معنا تقريبا دقيقتين، هيك نعطي هيك مثل ملخص عام على موضوع الإعلام والبشارة. إحنا ما ممكن ما دخلنا في كل المواضيع أكيد لازم أكيد نحكيها أكيد. فتفضل. أنا بحس أنه يسوع يعني كان عنده 72 تلميذ و12 رسول، 72 تلميذ لأنه بالحقيقة حب أنه يدخل على كل المدن. نعم. ولكن وقت راحوا 72، هيدي المفاجأة الكبيرة اللي نحنا لازم تطمننا، لما راحوا 72 تلميذ مع الرسل لحتى يفوتوا على كل المدن ويعلنوا البشارة أو يحضروا الأرض، أنا بقول أو بقول أنه خاصة اللي عم بيسمعونا اليوم، وقت اللي وصلوا على الأرض شو شافوا هالناس؟ شافوا أنه الأرض حاضرة، الناس مثل كأنه كلمة يسوع وصلت قبل ما هني يوصلوا. نعم. ورجعوا قالوا له شفنا الشياطين عم تخضع لنا باسمك، شفنا كذا، ولا ناس فرحان. ليش هيدا الشيء؟ هيدا الشيء لأنه بالحقيقة أنا بدي أقول إذا نحن أنا وأنت والكهنة وكل الأشخاص اللي معتمدين رسمياً من قبل الكنيسة تيكونوا صوتا للكنيسة بكل المطارح، رح نقصر. انتبهوا، يسوع المسيح رح يوصل عبر قنوات تانية، قنوات كتيرة. وأنا بقول إذا كان الأبرص والأعمى والناسفة والمخلع والمرضى اللي شفاهن يسوع وكل الناس اللي التقاهن واللي طعماهن يسوع 5000 رجعوا على مدنهم وحملوا هالبشارة، رح تكون البشارة عم تنتشر بشكل كتير سريع. بس المطلوب منا اليوم ما نكون خرس، لأنه اليوم الخرس الزكرياوي مثل زكريا 9 أشهر صمت، هيدا رح يعملنا مشكلة. أنا بقول اليوم سمعت بشارة بالقداس، سمعت بشارة عبر تيلي لوميير نورسات، حملها هالبشارة روح عند ولادك فرحهم بفيها. يسوع قادر يفوت مش عبر 72 تلميذ و12 رسول فقط، إنما عبر كل إنسان نال سري المعمودية والتثبيت وأخذ المناولة الأولى وصار هو رسول. مشان هيك البشارة اليوم بدها تكون بشارة ذكية، بده يكون فيها حماسي، بده يكون فيها أطر معينة أعرف أنه تكون عم بخرق فيها، عم بعمل اختراقات. بدنا حتى نبشر وراء خطوط العدو، حتى يمكن أعداء بيتنا، أهل يعني أعداء الإنسان أهل بيته، بدنا نشتغل وراء خطوط العدو، بدنا نشمر وننزل على هالورشة الحلوة اللي اسمها حق للرب، بدنا نكون ملهمين، بدنا نكون مبدعين، بده يكون عنا وزنات الروح القدس بده يعصف فينا وبده يحول قلوب الناس. وهيدي الشغلة دكتور وقت اللي بتصفي فيها حماسي وبصفي عن جد فيها التنافس، منطلع من الخلافات التافهة اللي عم نشوفها اليوم، ومن أنه يا بات تناتش، أنا أهم منك وأنت أعظم مني ومين الأفضل ومين الأعظم. مع يسوع كان القصة أنه الكبير بده يكون خادم والعظيم بده يكون عبد. بدنا نروح على هيدا المستوى، على مستوى التواضع، ونبلش نحط، لأنه الزمن محفز لنا اليوم، القلق الموجود، الاضطراب الموجود، تغيير الأنظمة الموجودة، الأجندات الشيطانية اللي عم بتغل، هيدي شو بدها؟ بدها مواجهة. أبواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني تفضلوا نزلوا على الشوارع، على الساحات، على الطرق، على كل، حطوا ثقافتكم وإيمانكم وربنا يعضدوا بشارتكم وبيعمل بتبعها بآيات عظيمة، فما بدنا نخاف. وإذا نحن عن جد مثل ما بيقولوا تراجعنا، ربنا عنده وسائل تانية وساعدتها هونيك مثل ما بيقولوله، بدي أنهي بهاي الحجارة رح تصرخ. حلو. الهوشعنا والهللويا ويسوع رح تصرخها الحجارة. ربنا قادر يعمل من الحجارة أبناء الإبراهيم، فما نتطاوص كتير، وخلينا نعرف أنه مش أنه نحن الله خلقنا وكسر القالب. أنا لأني كاهن ولأني ممثل، أنا بالنهاية عبد بطال، وربنا عنده وسائل تانية. بس ربنا هلأ معتمد عليك، معتمد علي، معتبر على هالوسيلة، خلي هالوسيلة تكون مطرح ما لازم تكون، عم بتشع وعم بتبث نور يسوع المسيح.
أنا بشكرك يا أبونا. أمين أمين عن جد. وقت اللي أعطيتيني إياه كمان. لا بالعكس شكراً. يعني نحن كمان شاكرين وجودك اليوم شكراً. الصبح معنا شكراً. بس هاي مش هاي أول مرة لكن مو آخر مرة بإذن الله. وجيل الإنجيل إن شاء الله بيجي يعني هلأ تركت لبنان لكون هون على 3 سنين وإن شاء الله بتتجدد. بس عمليا بقدر بحمل بشارة جيل الإنجيل كمان لأنه هي نفسها حلو بين نعم. الناس وبتعطي معطيات معلومات جديدة. بس كمان بدنا نلاقي لها الأرضية ونلاقي لها كمان أكيد يا أبونا أكيد. وإنت بتعرف مكتب النور سعد كمان بإذن الله. يعني هذا مكتبك وإنت أهل البيت يعني مش غريب على النور سعد. فنحن شاكرين كتير وجودك معنا اليوم وشاكرين لكل اللي كانوا عم بيحضرونا. إن شاء الله بتكونوا استمتعتوا في هاي الحلقة واستفدتوا منها. وشكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا على صفحتنا على نور سعد جوردان. منصبح عليكم ونشكركم على تواجدكم. الله ينور أيامكم دائما ومن نتواصل على دائما ببرامج ومواضيع تفيدكم. وأيضا كمان نحن مستعدين لأي مواضيع نطرحها إذا أنتوا بتحبوا تعطونا شيء. كتير متابعين هلأ من لبنان كمان بدي أشكرهم على كمان حضورهم وعم بتابعوك. يا في أنا شفنا كتير من لبنان ومن تحية من دول كمان. وربنا يقصر هالليل الطويل اللي عم بيعيشوه بلبنان عن جد أكيد. يعني قلبي معهم ومنعرف قديش الوجع كبير والانهيار عم بيكون كتير عنده تداعيات على الأطفال على الشيوخ على المرضى على الناس. وفي حالة اكتئاب بتصور بدي أطلب من أهلنا بالأردن ومن هالوسيلة الإعلامية نذكرهم بصلاتنا أكيد. بعرف أنه التحدي كبير ولكن لابد أنه الغد أفضل رح يكون ووعدنا هيك مع يسوع. زمن اضطهاد اضطهاد على كامل المستويات دكتور ولكن الفجر اليسوعي جاي أكيد. بس بدهم منضلنا عنا أمل كبير نضل عندهم أمل ورجاء. لبنان قد ما صعوبات كتير التمت عليها خلال هالسنين صحيح. طلعت منا دايما صحيح. منتصرة. وقداس البابا كان معكم ومع الشرق طبعا مش بس كان طبعا لبنان أكيد لبنان الشرق. والشرق نعم. بالحقيقة اهتم بالموضوع اهتمام كبير لقداس البابا نعم نعم أكيد. فمنشكرك أبونا وصباحكم نور أعزانا ومتابعين على صفحتنا نور سعد جوردان. منصبحكم نتمنى لكم نهار مبارك ونتمنى لقائكم الأسبوع القادم اليوم يوم الثلاثة الساعة 9 صباحا. فإلى اللقاء وصباحكم نور. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك ترجع الدنيا بتضحك لك نور سات ليل ومير نور سات ليل ومير نور سات ليل